طمني دكتور. الحمد لله كل شيء تمام، الالتهاب راح من صدرها والتنفس طبيعي. الله يبشرك بالخير يا دكتور. طيب امتى بنقدر نطالع على البيت؟ بنقدر نطالع اليوم مثلا؟ ما في مانع، بس بدي منك يا انفراس تبعدي عن ريحه القلي والغبره والدخان. بس انا ما بدخن يا دكتور. والله بعرف، بس احيانا الانسان بيضطر يقعد بين المدخنين وهالشيء بيضرك. اطمن دكتور من هالناحيه، ما في عنا حدا بالبيت بدخن. كثير منيح، بس بالمقابل لازم كل كم يوم تطلعي برات المدينة، يعني على شي مزرعة أو على الجبل أو على البحر حتى تشمي هوا نظيف. ولا يهمك دكتور، رح نمشي على تعليماتك إذا الله راد. ماشي، أنا بستأذن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله معك دكتور، شكرا كثير. العفو. مع السلامة. أستاذ بتحبوا تطلعوها هلأ ولا بعد الظهر؟ لا والله هلأ بيكون أفضل. على كل إن أنا رايح أدفع الفاتورة. جاهزي حالك انفراس؟ دقيقتين وبكون جاهزة. تكي على إيدي خالي. الله يرضى عليك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وإذا صار معك شي فوراً اتصلي فينا. إن شاء الله. معكم زيارة خالي؟ لا والله يا بنتي. طيب حضرتك بتشتغلي ولا ست بيت؟ كنت معلمة مدرسة وجوزي موظف بوزارة الزراعة، فمنين بده يكون عنا سيارة يا حسرتي؟ معك حق. ليش يا بنتي انتي عندك سيارة؟ أنا؟ معقولي ممرضة مثلي يكون عندها سيارة؟ لا مجرد سؤال. يا خالي ما حدا بيقدر يشتري سيارة بهالبلد غير إذا كان مقتدر، وأنا يا حسرتي عايشة على هالراتب، بقى من وين بدي اشتري سيارة؟ خالي وين ساكني حضرتك؟ بجديدة عرطوز القديمة. وين مشوارك اخي؟ على جديدة. انا طريقي على برزة، اذا لكم مصلحة اهلا وسهلا. امنتوا بي الله على النهار؟ بنقول له على جديدة بيقول برزة. شو امرت اخي؟ تيسر حبيبي تيسر، الله معك.